المبادئ القواعد العامة الواحد ما عنده سبيل إلا أن يصبر، لكن بالأصول اللي تقتضي الحقيقة كنا أن نواجه كل هذه التحديات، والدولة والحكومة معنية بالمقام الأول، ونتأسف يمكن منطقة مكاتفة أهلها وواجهوا الإرهاب وقدموا تضحيات وعانوا وأبنائهم شاركوا في حماية المناطق، ومع ذلك هذا المصاب اللي حصل حقيقة نكبة كبيرة، مو بس وإنما إنا كل التعازي كل التعازي. يمكن المصاب اللي وقع العراقيين خلال الفترة الماضية، واللي الله سبحانه وتعالى ساعدنا في أن نتجاوز الأرهاب ونتجاوز الميليشيات ونتجاوز حتى بدينا نتنفس ونشوف عنوان الدولة مستقرة آمنة، وهذا ما كان بجهد بخس، كان بدماء وكان بتهجير وكان بمعاناة الأهالي. لكن الحقيقة بالآونة الأخيرة خلنا نعترف أن هناك خروقات حصلت، وهذه الخروقات أثرت بشكل واضح حتى على عملية الانتصار اللي تمت على داعش. عاد من يقف وراء هذه الخروقات، من اللي يدفعها، ما هي المرامي، شنو الأسباب، شنو النتائج. بس أقول شيء واحد، أن هذا لا يعني أن تعفى الحكومة ولا مؤسسات الدولة من مسؤولية. جزاك الله خير. وأنا دا أقول لك بشكل صريح، حتى المجامع الإرهابية لا زال لحد الآن أكو متنفس تريد فرصة حتى تعيد تقلب الطاولة مجددا. وبهذا الإطار المفروض إحنا ما نسمح، وإلا شنو ذنب المنطقة اللي خلال هاي الفترة عانت وواجهت واستقرت، والناس بدأت تنظر لها على أنها منطقة إذا بدأوا يعددون المناطق الآمنة تذكر في مقدمتها، ثم نتفاجأ بهذا الحدث اللي صار. والله هو بالنسبة لنا حقيقة مثل صدمة، وبعدين ثمنه كبير، هذول مو شبابنا، مو أهلنا، مو ناسنا، شنو ذنبهم بهالطريقة هذه. فاللي تحجوه صح، واللي المفروض فعلا أنه إحنا ما نمر عليها مرور عابر. القضية خطرة ومهمة، وبنفس الوقت هناك مناطق أخرى تنتظر من عندنا أقل تقدير على أن نحميها، وهذا جزء من التزامنا بهذا. ماشي. أو الله يساعدكم، الامر طبعا امام تحدي، امام تحدي، لازم نتكاتف.